وللحديث حول آخر الأوضاع التركية تنضم إلينا الصحفية الإعلامية فاطمة سلام من إسطنبول. صباح الخير فاطمة. بداية، ماذا عن آخر التطورات الميدانية في إسطنبول؟ هل عادت الأمور إلى طبيعتها بعد فشل محاولة الانقلاب؟ صباح الخير. في اسطنبول الأمور عادت إلى حياتها وأوضاعها الطبيعية. ليلة أمس كانت ليلة مليئة بالمظاهرات الداعمة لشرعية الحكومة التركية في البلاد. ميدان تقسيم الشهير وساحة وطن أو شارع وطن أمام منطقة أمنيات المدينة غطت بعشرات المتظاهرين الذين رفعوا العلم التركية وأعلنوا رفضهم للانقلاب وأيضا دعموا الحكومة التركية. جاءت هذه المظاهرات أيضا استجابة لدعوة مماثلة في أنقرة أطلق رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم، طلب فيها من الشعب التركي أن يرابطوا في ميادين مختلفة لحماية الديمقراطية كما أسمى الأمر. ميدانيا حملة الاعتقالات ما زالت مستمرة. هناك اعتقالات يمكن وصفها بالجملة في صفوف العسكريين، لكن العسكريين الضالعين في أو الذين تبت ورطهم في دعم محاولة انقلابية. أيضا هناك توقيف 109 من المدعين العامين الداعمين لمحاولة الانقلاب من مختلف الولايات التركية. محكمة تركية أيضا في ولاية دينيزلي جنوب غرب البلاد اعتقلت اليوم الأحد 52 عسكريا آخر برتب مختلفة، بينهم قائد لواء الكوموندوز 11 والحامية العسكرية في الولاية. طيب، عن هذا الاعتقال، اعتقال القياديين في الجيش التركي وعن مدبري الانقلاب، هل ربما من بوادر في صفوف الجيش لربما عدم الاستقرار؟ هل هناك من أنباء حول يعني استمرار العملية الانقلابية؟ ماذا عن جديد أوساط العسكر التركي؟ العملية الانقلابية أو محاولة الانقلاب هي كما أعلنت السلطات التركية فاشلة، باعتبار أن قيادة أو رئاسة أركان الجيش التركي ترفضها، وأعلن رئيسها خلوفي أكر رفضه لها، كما أعلن نائب رئيس رئاسة الأركان أونيتد دوندار رفضه لها. كانت محدودة جدا في وحدات من الجيش تابعة لمنظمة الكيان الموازي برئاسة فتح الله جولان، لذلك المحدود العناصر المشاركين في المحاولة الانقلابية الفاشلة هي في هذه الفئة التابعة أو التي كانت داعمة لمنظمة الكيان الموازي. لا يمكن بالمرة القول أن الجيش التركي كان داعما لها أو هناك أسماء أخرى متوارية. طيب، خلف الأسماء التي أعلنت. طيب فاطمة، لو سمحتي، هل تصفين لنا الآن ماذا يجري في على الأرض في تركيا، ماذا عن الإجراءات الأمنية؟ بالطبع هناك نقاط تفتيش في أكثر من مكان في تركيا. وحدات الشرطة متتوزعة على النقاط المهمة. بعض الطرق كانت مقطوعة يوم أمس لاستكمال الإجراءات الأمنية، لكن اليوم هو صباح يوم عطلة في تركيا. الأجواء عادية جدا، حتى أن مشاريع العطلة الأسبوعية استكملت بالنسبة للكثيرين. ليلة أمس وخروج المتظاهرين كان مؤمنا بشكل جيد جدا. يمكن القول بأنه على أرض الواقع الأمور أشبه باحتفالات عيد أكثر منها احتفالات بحماية الديمقراطية أو بدعم شيء آخر. شكرا الصحفية فاطمة سلام، كنت معنا من إسطنبول. شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا.